تقل على راح تلاقوا عندكم في نشاط موجود على موقع إدارة التعلم. النشاط عبارة عن نشاط تفاعلي كويس، يقول لك صنف العدد التالي، شوفوا هو عدد صحيح سالب والعدد صحيح موجب اللي هو عدد طبيعي، ولا صفر، ولا أعداد غير صحيحة. لا لا نقول له أعداد غير صحيحة لأنه هذا كسر. هذا بيعطيك نوع يعني من التجريب على إذا هون أعداد غير صحيحة، بيعطيك نوع من المحاولة حتى تساعدك على إيش، على تعلم تصنيف الأعداد الصحيحة والنسبية والأعداد غير النسبية. الآن نبدأ مع الدرس الثاني.